السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. مشاهدينا، نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضرتكم بعد قليل، أو من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين والتي تتيح لكم المشاركة بإرسال رسائلكم النصية، والتي إن شاء الله سنقرأها تباعا في هذه الحلقة. اليوم الموضوع سيكون عن استمرار المظاهرات في العراق بالرغم من القمع الحكومي. مظاهرات مستمرة في المحافظات الوسطى والجنوبية تطالب بحقوق، تطالب بإزالة هذه السلطة ببرلمانها، بدستورها، بسياسيها، بوزرائها، بميليشياتها، من أجل أن ينظف العراق كما يقول المتظاهرون. مشاهدينا، نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. اعطيني وطن محترم، جنسيته صارت اسوء ثاني جنسيه بالعالم. اعطيني وطن كل شيء ما اريد منك، ولك اعطيني العراق، ولك العراق سيد العرب، العراق مخ العرب. هسه العراق صار جوا رجلين بصايت الله وصايت الجماعه اهل الخدمه الجهاديه. دول الخريجين هم تباعوا لهم، احنا عمرنا ما نريد بعد. أنا عمري 53، نعلتنا مع الشريف بيهم، إذا ما يضربنا تقطع السلمي، هون برجلي. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. طبعا تحدثنا عن موضوع المظاهرات ولازلنا أو ما زلنا نتحدث بهذا الموضوع، وسنستمر إن شاء الله بالحديث على قضية المظاهرات طالما وجدت وطالما استمرت في العراق، لكن يجب أن نسلط الضوء على ما يعانيه المتظاهرون، على الطريقة التي تتعامل بها الحكومة مع المتظاهرين، كيف يقمعون، كيف يتم الاعتداء عليهم، ما هي الخطورات أو ما هي المخاطر التي يواجهونها معظم الأحيان في ساحات المظاهرات. نبدأ من الديوانية، حيث فرقت القوات الحكومية بالقوة مظاهرات لعشرات من المحتجين في قضاء الحمزة الشرقي في القادسية الذين طالبوا بإجراء الإصلاحات ومحاربة الفساد. دعونا نشاهد. طيب، نستمع إلى رأي السيدة أم أزهار من بغداد، ثم بعد ذلك نعود لنكمل عرض المقاطع التي تثبت الاعتداءات الحكومية. أم أزهار تفضل، أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. العظيمة وعامليها. شكرا جزيلا. وبرامجها. تفضل يا أم أزهار. بالنسبة إلى المتظاهرين، المتظاهرين بالجنوب والوسط يعانون ما يعانون من ضرب وقتل وضرب بالسلاح، والمسؤولين يقولون احنا ما بدنا نضربهم، يرمون عليهم المي الحار ومثيله للدموع وقاموا يتوفون هواي وما حد يسال عنهم، وهنا الحكومه منتهيه تتعارك على الكراسي ولا هامهم لا متظاهرين ولا شنو يردون. وكانوا يوعدوهم بوعودات كلها كاذبه، وعدوهم يوظفوهم، وعدوهم يبنوا لهم، وعدوهم ينطوهم، وعدوهم. طيب، برايك يا ام ازهار، برايك هل يجب ان يبقى مستوى المظاهرات عند هذا الحد؟ يعني مظاهرات بمئات ومظاهرات بعشرات هنا وهناك، هل يبقى الموضوع على هذا الحد؟ إن كان الموضوع ليس جادا أو إن كان الموضوع ليس مؤثرا، لن تلتفت إليه السلطة. ألو، أسمعك أم أزهار. ألو، تسمعني؟ تفضلي. تسمعني؟ تفضلي. لا، المفروض ما تبقى المظاهرات هالشكل عشوائية، المفروض يجتمعون. أنا قلتها عدة مرات. نعم. أهل الجنوب وأهل الوسط وأهل الشمال والبغداد وبالسلاح، مو بدون سلاح، احنا قتلة بيتروح من عندنا شباب هواية بيروحون،
المفروض يقابلوهم بالقوة. لو هاي المجموعة مال الجنوب، مجموعة الوسط ومجموعة الشمال، مجموعة بغداد، قوة كبيرة هيصير يهجمون على الحصالات الموجودة في مدينة الخضراء بامرشهم. فينتهي الأمر، ينتهي الأمر، والله ينتهي الأمر. لو الشجاعة تكون أكثر من هذا، لازم متظاهرين، لازم أكو ناس نايمين، لازم يطلعون أكثر. يعني هذا الموضوع الجماعة. هذا الموضوع اللي سألناه مرارا وتكرارا، الناس اللي موجودة في بيوتها حتى هاي اللحظة، هل هذه الناس تنعم بالخيرات؟ هل هذه الناس تنعم بالخدمات؟ هل هذه الناس تنعم هؤلاء الناس ينعمون بالأمان، ينعمون بالكهرباء وبالماء الصالح للشرب وبالأمان وبعيدا عن الميليشيات؟ هل الناس الموجودة في منازلها لا تحتاج إلى الخروج بمظاهرات؟ لا بالنسبة العفو تسمعني؟ أسمعك وما زارت، تفضلي. بيتقطع الصوت. تفضلي. بالنسبة اللي نايمين ببيوتهم، هم محتاجين كهرباء، محتاجين وظيفة، ومحتاجين كل شيء. لكن أنا أتعجب على الجبن اللي إجاهم، جبناء يخافون. المفروض يعني عفوا، أنا أقصد كل الإنسان يصير عنده هيبة للشعب وهيبة لهذا الدولة، ولازم يصير ضمير حي هاي الدولة ويحميها من هالأوباش اللي إجونا. لازم الكل تتكاتف، لازم الكل تتعاون حتى نخلص من هالزمرة اللي إجت لنا. هنا بغداد شنو؟ بغداد ماكو كهرباء، ماكو مي، وكل شيء ماكو، حتى وظائف ماكو، حتى كل شيء تعيينات ماكو، والشمال نفس الشيء. بس أنا أتعجب على الناس الساكتين. شكرا جزيلا أم أزهر، وضحت الفكرة. أبو مصطفى من الموصل، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ محمد. نعم. بالنسبة للمظاهرات بالجنوب، يعني إحنا خلنا ننظر بالقضية نظرة صحيحة. نعم. يعني أكبر دليل، أول من طلعوا مظاهرات في المناطق الشمالية، الشعب المفروض يأخذ عبرة من هذه المظاهرات. هم نحوا هذا الشعب بالطائفية في سبيل يتبدد طغيانهم، وهذه مو حكومة. احنا سبق ونقول يا ناس مو حكومة هذه. يا ناس دولة مجرد شلة حرامية صايعين متسكعين في الخارج، كلهم يحملون جنسيات غير عربية. اقول العفو غير عراقية. فاحنا ليش نظل انتظار بالبلاش؟ ما يجيب المظاهرات. قلنا وحسا هم البارحة كان واحد من الأخوة في الجنوب، هم عزانا والله يشهد علينا الله، احنا هم عربنا، هم أخوتنا، هم عمومتنا، ولكن للأسف عز الدين اسمه من أهل البصرة، قال وين أهل الغربية وين أهل الشمالية؟ جينا يا أخي تعال شوف أهل الغربية الشمالية، أنتوا مع جل احترامي لكم الطيبين الشرفاء، احنا هسه على الميليشيات الشيعية اللي متشوسه من قبل ايران، مو شرطه. خلي لا ننسبها لاي طائفه، خلي نقول الميليشيات فقط، لانه من لديه دين لا يقتل البشر. نقول طائفي، لا لا لا. يعني بس خلينا نبدا، خلينا نتكلم بهذا المبدا. المهم. هم ثوبنا ابدا احنا، نعم نعم. بس شنو؟ تعال شوف هسه الميليشيات، تعال يقتلون باهل السنه، يوميا محاوله يختطفون ناس ويساومونها كلها بدفات الحلوه، دفات الدولارات. نعم. يعني الدفتر هو مثل كم الف دولار. يساوي فتجي احنا اليوم العصر حتى مو بالعشرين، العرب يقولون العصر بالعشرين، لا احنا حتى مو بالعشرين، احنا مكبلين الايدي والارجل هسه، احنا مشردين اخوان، والله احنا قلوبنا يمكم، لكن احنا من نتحرك اي حركه يبودوننا من بكثرين، احنا هذه لانه احنا نحاول ولا قوه، ونخاف من ما حد يقفلنا، لانه سبق وانه ظلينا وحدنا الاكراد والاخوه بالجنوب خلونا بس يعني يتفرجون علينا. اخوان والله وبالله وتلله والثلاثه كلام الله، مالكم يمني علي، هذه مو حكومه، هذه حكومه مجوسيه امريكيه صهيونيه. شكرا جزيلا ابو مصطفى، وضحت الفكره، اعتذر منك، لدينا متصلين ينتظرون. ابو زينب من النجف، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. احنا هوايه كثر الحديث عن هاي المواضيع. نعم. الحل الرئيس هو قلع هذه الحكومة من الجذور. شلون؟ الحكومة المركزية والحكومات المحلية موجودة أبو زينب احكي لي شلون؟ والمحافظين وإحالتهم جميعا إلى المحاكمة.
ابو زينب، ابو زينب تسمعني؟ ابو زينب تسمعني؟ بلي وياك. انت اذا تطرح الموضوع يجب ويجب، احكي لي شلون، شلون التنفيذ؟ مو كما اسلفت الاخت قبل شويه، الاخت قبل شويه، الجبن، الجبن هو اللي مسيطر على الناس. لا اعطيني الطريقه اللي تريد تزيح بها هذه السلطه ابو زينب، قل لي شلون تزيح هذه السلطه، شنو الموجود قدامك حاليا، شنو اللي لازم الناس تسويه حتى تخلص من هذه السلطه ومن المحافظين ومن مجالس المحافظات وغيرها؟ تتحرك عليهم اذا اقل شيء، يعني مو ثوره، تتحرك عليهم بمظاهرات عارمه شامله في ايام الدوام الرسمي. مو تروح يوم الجمعه تحت المجسمات بالنجف وبساحة الحريه من ثم بساحة التحرير. لا اروح بيوم الدوام، اروح على مجلس المحافظه، اروح على المحافظه، اروح على الدوائر الرئيسيه، ها، واطلعهم واسوي اعتصام واسوي حكومه انقاذ وطني. هسه هم رجعوا لك نفسهم نفس الوجوه، شالوه مثل بارق الشطرنج، كان هنا حملوه هنا، كل رئيس وزراء رجعوه صار مثلا وزير. لا مو الشكل، احنا نريد هالوجوه كلها تغير. نعم. روح وياهم، قال المجرب لا يجرب. طيب وما زارت تقول، وما زارت تقول انه الحل الوحيد اللي قدام العراقيين حتى يخلصون من هؤلاء السياسيين هي بثوره مسلحه، بانتفاضه مسلحه، يجب ان يواجهوا بالسلاح كما يضربون بالسلاح، هكذا ترى وما زار. شنو رايك انت؟ ابو زينب قد نتصل. بدر من السعوديه تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الرحمة للشهداء. نعم. يا عندي لو سمح. تفضل. قصيدة من 6 أبيات. نعم. أقول عندي قصيدة. تفضل أسمعك. نعم أسمعك. أقول تحرك الأبطال بعراق الأحرار من شان نصر الشعب ونصر الحرايل، الحر ما يصبر على الذل والعار ويرانشف دارت عليها الدوايل، ترى العبادي يكذب وخاين وغداق، يقمع تراها الشعب بلي جرايل، بكل قوة يدعم الشر بالشعب والفرس، والفرس تفعل في بلاده تفايل، يا ربعنا شبوا على الظالم النار، شبوا عليه وزودوها سعايل، يلا نبي نصر يزلزلها الاشرار، يا ربعنا زفوا علينا البشاير، يا المنطقه الخضراء ترى الشعب قدار، والشعب معه سلاح والشعب زايد. شكرا بدر. نتابع مشاهدينا الكرام مع حضراتكم الآن تجديد أهالي محافظة البصرة مظاهراتهم المنددة بالفساد والمطالبة بتوفير الخدمات. ردد المتظاهرون هتافات تصف السياسيين بالجنات، وأن ما يقترفونه بحق الشعب يستحق العقوبة. فلنشاهد. أهلا بكم من جديد. نقرأ رسالة السيد مبروك من الإمارات، وكالعادة السيد مبروك مع كل التحية والاحترام والتقدير يرسل رسائل طويلة للغاية ولا يسعنا أن نقرأها دائما بكاملها، ولذلك سنقرأ المقدمة فقط. يقول ليس أخي محمد ليس ذلك فحسب، بل أن العبادي وللتخلص من اتهامه بإهمال قطاع الكهرباء قدم وزير الكهرباء بنفسه ككبش فداء متهما اياه بالتقصير من دون ان يقدم حلا في بلد سبق له ان حل مشكله الكهرباء في بضعه شهور بعد عدوان
عام 1991 وبأيد وطنية. كما قام العبادي بعمليات ترقيعية كاذبة مثل تعيين العاطلين عن العمل في مدينة البصرة مدعيا توفير 10,000 وظيفة، وبعدما ملأ العاطلون استمارات التعيين وقدموا مستمسكاتهم وجد الناس هذه الاستمارات في حاويات القمامة. ومن محاولات كسب الوقت وتسويف المظاهرات والمطالب الشعبية أنه عمد إلى شق صف المحافظات التي أرادت أن تتوحد مع بعضها لتمارس ضغطا على الحكومة ورئيسها، واستفرد بدعم بعض المحافظات دون غيرها. طبعا هذا الموضوع هي أيضا ضمن المخططات لإضعاف المظاهرات في العراق، قضية أن تدعم جهات معينة أو محافظات معينة قد يكون لها التأثير الأكبر مستقبلا، أو قد تكون ربما صاحبة القيادة في المظاهرات، تضعف أو تسكت بشكل أو بآخر عن طريق توفير يعني حلول ترقيعية لها أو خدمات مؤقتة، على أثرها يخمد هذا الغضب وبالتالي لن تكون متفاعلة مع بقية المحافظات أو بقية المظاهرات. نوع من التشتيت، نوع من التكسير لهذا الترابط ما بين المتظاهرين. السيد أبو عمر من السليمانية تفضل. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد، أنا لقيت حال للمظاهرات. هاي المظاهرات طالعة يومية أو كل جمعة، لقيت حل، أحسن حل. المتظاهرين اللي يطلعون اللي يتعبون نفسهم هاي الشعارات والأهازيج والهوسات بصراحة ما سقط حكومة ولا سقط هذه العصابات. أنا أريد من المتظاهرين أن يتوجهون للمرجعية يقولون يا مرجعية يا عظيمة، أنت طلعتي فتوى جهادي كفاية ضد داعش الإرهابي، إحنا نريد فتوى جديدة ضد داعش الفساد، مثل ما قائد القوات المسلحة المهيب الركن حيدر العبادي حفظه الله قال داعش الفساد، صح له لا أستاذ محمد؟ نعم. أي فيتوجهون للمرجعية يقولون يا بطلعين فتوى جهاد فاسدين زين، واحنا حاضرين. وابو عمر، طيب يا ابو عمر، ليش نظل احنا نسير في 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 فلك الشخص الذي يوجه التعليمات والشعب يقاد؟ يعني هذه المبادئ، شعب مقاد ومرجعيه، ان اقتنعت ان تظهر فتوى بمحاربه الفاسدين ستظهر، وان لم تقتنع ربما لظروف معينه قد لا تخرج هذه الفتوى. يعني هل العراقي ينتظر مرجعيه يعني على امل انه هي تصدر فتوى حتى يروح يقاتل فاسدين او يروح يحارب فاسدين؟ ليش الشعب اصلا، ومن متى اصلا يقاد الشعب العراقي بمرجعيه دينيه؟ من متى؟ من 2014 فتوى الجهاد الكفائي، مو فتوى هي. نعم. مو فتوى سبعه فتوى استاذ الله يخليك. ليش هو من قدم قرابين لايران من العراقيين، مو فتوى الله يحفظك ويطول عمرك. احنا ليش نخالف غلطه؟ انا كل اللي اريده وصله يا ابو عمر، ليش الشعب هل يحتاج الى فتوى حتى يخرج على فاسدين؟ هل يحتاج الشعب الى فتوى حتى يقلع قتله ويقلع سراق ويقلع اشخاص دمروا البلد؟ يعني الموضوع لهالدرجه متازم ومنتظرين احنا الفرج من المرجعيه حتى تعطينا الفتوى؟ شنو هالكلام؟ شنو الكلام؟ من 2003 الفتاوي تشتغل، ما يروح للانتخابات ما تطالع. لا لا لا، انا اتفق وياك، انا ما مختلف انه 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 هذا الواقع اللي صار، بس انا اقصد ليش وصل العراقي الى المواطن العراقي الى مرحله انه يقوم يتامل من شخص قاعد بمكان ما يعرف الله اعلم هو وين، ننتظره يطلع لنا فتوى حتى نروح نقاتل؟ ليش هو العراقي قبل لما ظهر بثورات وقام بثورات انتظر مراجع دينية توجهه؟ محمد، الناس على دين ملوكها، الناس مو على دين الأحزاب، هاي الأحزاب المادية، أما المسائل الروحية والدينية عايدة على الدين، أسيادها هي اللي تطلبها. أنا ما طالب شيء، أما من يطلع مجرب لا يجرب، لا شو غصبا ما عليكم وغصبا ما على المرجعية، المجرب اللي صادق 15 سنة قتل ويصرف ويجمع. نعم، أشكرك أبو عمر، وضحت الفكرة. الغريري من بغداد تفضل. زاد فضلك أستاذ محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني
احنا نسمع انه مقوله شهيره لسيدنا علي الله يرضى عنه يقول لو كان الفقر رجلا لقتلته. نعم. زين كيف وهذه الجماهير الغفيره الان اللي نتحدث عنها واللي جاءت الظاهر يعني انه تشوف مو بس الفقر لا اللي افقرها ايضا. نعم. يعني اللي افقرها كيف هو يتنعم بخيراتها وبثرواتها وبالباطل يعني وبالباطل سرقات علنية. نعم. إذن يا أستاذ محمد أنا أثني على كلام حضرتك يعني هل تحتاج هذه الجماهير إلى فتوى ومتى كانت هذه المرجعية مع هذه الجماهير متى يعني ألم تبكي على تدمير العراق يعني حينما دخل المحتل الأمريكي هل سمعنا فتوى من هذا الرجل اللي يسمونه السستاني بقتال المحتل انما الرجل يعني اوقف منع القتال واصدر فتوى بمنع قتال الامريكان لكن حينما خرج الناس يعني ويطالبون بمطالب عادله وشرعيه وبسيطه يعني اللي يطالب بالماء يطالب بالكهرباء شنو يعني استاذ ما طالب هذا حق الطبيعي أنا عندي سؤال يا سيد غريري حتى احنا لن نتعمق بقضيه المرجعيه والموضوع اليوم هو موضوع القمع الذي يحدث للمتظاهرين بشكل أساس طبعا هو كل ما طرح الآن من المشاركين هو أمر مرتبط ارتباط وثيق ببعضه قضية المرجعية ولكن سأتطرق إلى نقطة أخيرة مع حضرتك بقضية المرجعية ثم بعد ذلك نكمل حديثنا بالقمع الذي يحدث للمتظاهرين الآن خرج طبعا قبل بضعة أسابيع خرج عبد المهدي الكربلائي ممثل المرجعية وقال بأنه على الحكومة أن تلبي مطالب المتظاهرين ولكن في نفس الوقت دعا إلى تشكيل حكومة بشكل سريع طيب دعنا من قضية تشكيل الحكومة تلبية مطالب المتظاهرين خرج بعدها حيدر العبادي ليقول لبينا مطالب المتظاهرين هل يعقل أن المرجعية أو السياسيين لا يشاهدون ما يحدث في الشارع لا يعلمون أن هناك مظاهرات مستمرة حتى هذه اللحظة تطالب بالخدمات وتطالب بالحقوق لم يشاهدوا الملفات التي قدمت من قبل بعض الأشخاص للتقدم بوظائف في محافظة البصرة وجدت محروقة أو في سلات النفايات طيب المرجعية لا تشاهد ليس هناك انترنت ليس هناك تلفاز ليس هناك من ينقل الخبر أو من ينقل ما يحدث في العراق لهم أستاذ محمد المرجعية معلوماتها أقوى من معلومات أي مخابرات في العالم هؤلاء عندهم جواسيس في كل دربونة وفي كل حارة ينقلون لهم اخبار الجماهير وماذا تتحدث عنهم؟ لماذا؟ لانهم هم القاده الحقيقيون للعراق من وراء الكواليس. هذا العراق لا يقوده العبادي، انما يقوده الاكليروس الموجود في النجف وفي كربلاء. هؤلاء المعممين الذين هم اقنعوا الشارع الشيعي بوجوب كما قال المتصل قبلي بوجوب التصويت لهؤلاء المجرمين الموجودين الان في بغداد. بس استاذ محمد اذا تسمح لي في عجاله يعني. تفضل. البارحه مقطع فيديو على صفحه شباب التغيير. الرجل اللي قتل بالهوير بالبصرة قبل 3 أيام نعم البارحة طلعوا كل صفحة واحد زي يقول رجال محجر والأرقاط عرب وعلى حرف الأصول يقول هذا الرجل قتلون أهل نينوى يقول اجوا مع قوات الجيش ولابسين ملابس مرقطة يصيحون احنا أهل الغربية يقول هذا السفر يقول أهل صار موصل من عندنا شوف أستاذ محمد باوع إلى مدى إثارة الفتنة الله يديك وللأسف أكو راح يصدقهم من الشارع الشيعي للأسف يعني حتى هو يقول ليس الوقوف مع الحسين في أيام الزيارة فقط وطبخ الطعام وتقديمه للزوار إنما الانتقام ولدم الشهداء الذين اقتلوا بأبناء الغربية المقطع موجود على صفحة شباب التغيير شكرا جزيلا لغريري طبعا نذكر بقضية السيارة المفخخة التي انفجرت في البصرة سابقا والتي قيل عنها أنها جاءت من محافظة الأنبار يعني كسروا منطقهم السيطرات المنتشرة على حدود المحافظات وبين الأزقة والشوارع والتي خنقت العراق ليس فقط بغداد وليس فقط أي محافظة هذه السيطرات ونقاط التفتيش إن كانت حكومية أو ميليشياوية لأنه في العراق هناك نوعين خنقت العراق وخنقت شوارع العراق وتعبر هذه السيارات المفخخة وتفجر أو تفجير الكرادة الذي حدث وجاءت السيارة بعد التحقيق من محافظة ديالى كما يقولون وعبرت كل هذه النقاط وعبرت كل هذه السيطرات وانفجرت في بغداد محاولة إثارة فتنة وضرب الشعب بالشعب ومحاولة إبعاد تركيز المتظاهرين عن قضاياهم الأساسية
وجوهر المظاهرات ليركزوا على قضايا نفعتهم في سنوات سابقة كالقضية الطائفية التي افتعلت في عام 2005 و6 و7. أبو ناصر من تركيا تفضل. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. حيا حضرتك والقناة الرافدين والكل الصادق. حياك الله، أهلا وسهلا. أستاذ محمد، يعني إذا ما تستمر التظاهرات ويكثر عدد المتظاهرين ما راح يصير أي تغيير بالعراق. وكل الشعب وخصوصا إخواننا الشيعة عرفوا بين هاي الزمرة من استلموا الأمور بالعراق ولحد الآن ما استفاد منهم الشعب، وعرفوا بأن خيرات العراق كلها تروح لجيوبهم ولعوائلهم. نعم. يعني وبالرغم من هاي التظاهرات إنه سلمية، نشوف القوات الحكومية تقابلهم بالاعتقال وبإطلاق الرصاص الحي. ولحد الآن أنا شخصيا كواحد من المواطنين يعني دا أنتظر شو وقت راح يطلع الجعفري، إبراهيم الجعفري طبعا. نعم. وبعض النواب الفاسدين ويخبرونا برأيهم عن إطلاق الرصاص على المتظاهرين. مو هو الجعفري بنفسه وبعض النواب نددوا بالحكومة البحرينية لأنها أطلقت رصاص على المتظاهرين اللي طلعوا بالبحرين، وطبعا بتوجيه من دولة الإجرام إيران. والمفروض وقلناها سابقا أن تنتفض كل المحافظات ويطلعون بتظاهرات أمام المنطقة الخضراء ومكاتب المرجعية وخصوصا المرجعية بالنجف، ونظل نسأل شنو موقف السيستاني من قمع هاي التظاهرات من قبل الحكومة وقواتها وميليشياتها. يعني والله شيء عجيب، ليش ساكت السيستاني وشو وقت يطلع للناس اللي يقلدوه؟ يعني معقولة؟ أنا حسن حضرتك سؤالي يا أبو ناصر، بما أنه أنت فتحت الموضوع بهذا الشكل، في الفترة التي دخل بها تنظيم الدولة إلى العراق وبدأت الفتوى جهاد الكفاية التي خرجت وانتشرت الميليشيات في المحافظات الغربية، عندما دخلت العصائب، ميليشيا العصائب إلى مدينة تكريت في محافظة صلاح الدين وأحرقت هذه المدينة وسرقت المحلات التجارية وسرقت البيوت وغيرها، وتم تسجيل هذا الموضوع حتى من قبل أفراد في الشرطة المحلية في محافظة صلاح الدين، أحرجت المرجعية فخرجت لتقول هذه تصرفات وأعمال فردية. طيب، قد تخرج المرجعية مرة أخرى لتقول ما من يقوم بعمليات القمع هي تصرفات فردية لا تعم على القوات الحكومية ولا تعمم على الميليشيات، وانتهى الموضوع وأبدت المرجعية رأيها في هذه القضية، ولم يستفد المواطن العراقي من أي موضوع سوى أنه سيظل يقمع حتى تنتهي هذه المظاهرات. يعني معقول أستاذ محمد هاي الآلاف المؤلفة من الناس اللي قاعد تطلع تظاهرات يطالبون بأبسط شيء من حقوقهم؟ يعني هم دا يطالبون بس بمي وكهرباء ووظائف ويردون حياة كريمة. يعني معقولة هذول كلهم حسب ما تقول المرجعية بأنهم قلة ومندسين حسب ما تقول الحكومة؟ يعني أنا لو قاعد هسه ببيتي ومرتاح وعندي كهرباء وعندي مي وعندي وظيفة ومعيش عائلتي بصورة صحيحة، معقولة أطلع تظاهرات بهذا الحر اللي دا يقتل حتى الحيوان حش الحضور وأطالب بحق من حقوقي؟ لكنه هي المرجعية، المشكلة المرجعية ساكتة. طيب. يعني ما راح أعرف شو وقت السيد السيستاني راح يطلع، يعني معقول راح ينتظر المهدي يطلع حتى يطلع وياه؟ شكرا أبو ناصر، أشكرك أبو ناصر للمشاركة. مشاهدينا الكرام، سنذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. أهلا بكم. نقرأ رسالة من أحد المشاركين، يقول أستاذ محمد، العيب بالشعب ليش يتوحدون بالزيارة للحسين بمليونات أو بمليونيات ويروحون مشي والحسين بالجنة؟ ليش العراق مو مقدس؟ أليس حب الوطن من الإيمان؟ أخي الوطن محتاج ناموس وغيرة كافي لينتفض العراق جميعا بوجه العمايم والخونة، والله أكبر. طيب،
نتابع مع حضراتكم الآن مشاهدينا الكرام أيضا ضمن المقاطع التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع انتشر يظهر متظاهر يرد على جندي بمكافحة الشغب اعتدى عليه أثناء نقل التجهيزات الاعتصام لساحة ثورة 20 بمحافظة النجف. هذا المقطع تم تداوله قبل فترة، ولكن لنذكر به ونذكر كيف تتعامل القوات الحكومية مع المتظاهرين. أنا بتصوير، تعال لا تشيل يدك. أنت شك على أساس شكت؟ تعال تعال شو رايح، تعال تعال أنت أبو صندة. والله ما تستحي، شايل لك صندة؟ لك شنو طليان قدامك؟ طليان احنا قدامك طليان؟ فهمه طليان. أهلا بكم، معنا السيد أبو خالد من قطر، تفضل أبو خالد. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ محمد كيف الحال؟ حياك الله أبو خالد، أهلا وسهلا. حياك الله، كل عام وأنت بخير، أنت والشباب العراقي الكريم. شكرا جزيلا. أخي العزيز، المظاهرات هذه ما راح تسوي كل شيء. المظاهرات هذه مفروض تقوم قومة رجل واحد. نعم. ومفروض لهم حماية. شوف المظاهرات لما تقوم فلسطين، في ناس تحمل مظاهرات من الخلف، وفي ناس تسعف المصابين. فما يصير بالطريقة هذه. دعنا سؤالي، أين شيوخ العشائر العراقية؟ أين الضباط العراقيين السابقين؟ وشغلة ثانية أخي العزيز، نعم، هاي الحكومة ما راح تسوي كل شيء إذا ما خلصتوا من المرجعيات ومن الحكومة. المالكي من وين؟ المالكي من بني قريضة يا أخي العزيز. هذه خطة يهودية خبيثة ملعونة تدمير الدول العربية. أخي العزيز، هذا القص اللي موجود في تركيا، هذا الامريكي اللي طالب فيه امريكي، تعرف شنو قصته؟ هذا سرق الاموال العراقيه. لا نتوسع بالفكره ابو خالد، ابو خالد موضوعنا اليوم عن قمع المظاهرات بالعراق، لا يهمنا ماذا يحدث العراق المركزي. نعم اسمعك. هذا سرق البنك المركزي الذهب الموجود في العراق، كله سرقه، كل الذهب العراقي الموجود البنك. ليش العمله العراقيه منهاره؟ لان ما لها رصيد. وامريكا شوف سوتوا، قصوا سوتوا، ما شنو الطالب فيه؟ ليش العبادي لما راح على تركيا ما تكلم بهاي النقطه؟ ليش الطيارات الايرانيه، الطيارات العراقيه عفوا الموجوده في ايران 124 طياره؟ اخي العزيز، الاموال الموجوده في سوريا كلها للعراق. ابو خالد نرجع ونقول انه الموضوع اليوم عن قمع المظاهرات. لماذا يقمع المتظاهر في بلد يقول انه فيه دستور وضعه طبعا الاحتلال، فيه دستور يعطي الحقوق، يعطي حرية التعبير، يعطي الحرية للمواطن العراقي للتعبير عن رأيه والإدلاء بصوته في أي مكان، لماذا يقمع إذن؟ أخي العزيز، يقمع أكيد يقمع. ليش 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 هذه شوف اليابان 37 سنة انقطعت الكهرباء ربع ساعة، استقال وزير الكهرباء في اليابان على ما أعتقد. زين، فأخي العزيز، هذول عصابة جابتهم عصابة أمريكا. أمريكا الحين تسرق النفط العراقي، وأمريكا وإيران تسرق النفط العراقي، وهم هذول كلهم عصابة. إذا أمس على طريق الأردن هذول تبعين المالكي ضربوا الجيش العراقي. وين الدولة؟ وين الدولة العراقية؟ من هو الدولة؟ حيدر العبادي هذا رئيس وزارة؟ هذا والله هذا ما يصرع راعي غنم. أخي العزيز، إذا ما خلصتوا من الحثالة الموجودة في الحكومة العراقية حاليا، نعم، كلهم. عمار الحكيم كان يحارب مع الجيش الإيراني، هذا ما أدري شو اسمه فؤاد المهندس كان يعذب العراقيين وحارب مع الجيش الإيراني، هذا المقتدى الصدر يا أخي هذا بالله عليك، هذا يتكلم برئيس باسم الشعب العراقي ويتكلم يعمل رئيس. يا أخي العزيز، ما والله أنا ما أريد أتكلم، مع احترامي لكل خواتنا العراقيات، يا أخي هذا له فتوى يقول لك يصير العراقية تروح تزني وتجيب تعطي فلوس الجيش المهدي، بالله عليك هذا رجل دين. شكرا أبو خالد. معنا أيضا أبو خالد ولكن هذه المرة من بغداد، تفضل أبو خالد. سلام من الله عليكم. وعليكم السلام. لكادر الرافدين ولمدير قناة الرافدين، القناة الشجاعة العصيلة الغيورة الثابتة على المبادئ سيدي محمد، اسمح لي. تفضل. قبل قليل المتصل أخي أبو مصطفى من الموصل، أنا أحترم وأحترم رأيه وهذا رأيه، تكلم وقال بما معناته الميليشيات الصفوية، خليه يحدد
الصفوية الشيعية، قال الشيعية، فخلي يحدد الصفوية وليس شيعة العرب سيدي. نعم. هذا واحد سيدي. اثنين، المتكلم من أخواننا من الدول العربية يمكن وبالتحديد يمكن من السعودية أو تكلم عن سماحة السيد مقتدى الصدر، سماحة السيد مقتدى الصدر رجل غيور، ونحن رجال سياسة ونفهم هذا الرجل ما يدير في باله. ما الذي يدور في باله باعتبار أن حضرتك تفهم ما الذي يدور في باله؟ سيدي سيدي أقسم بالله يا سيدي محمد، هذا الرجل أنا أتصل بي شخصيا ويتصل بي، وكنت في السجن قبل 8 سنوات وبعمادة الشريفة أخرجني من السجن بفضل الله. ثم أبو خالد، أبو خالد حضرتك شرفتنا بالاتصال أولا، بس أريد أفهم منك ما الذي يدور في ذهن مقتدى الصدر. حضرتك تقول أنا أعلم ما الذي يفكر فيه، خلاص بلغنا حتى نفهم. أجابك سيدي محمد. تفضل. أجابك سيدي محمد. سماحة السيد مقتدى الصدر هو رجل عربي عراقي مسلم إن شاء الله وطني. الحكومة ما يسمون نفسهم بالحكومة السياسية، هم ليس حكومة سياسية وإنما خونة وعملاء وينتمون إلى إيران سيدي. طيب. هذا بشيء يعني ما يختلف عليه اثنين. طيب. سماحة السيد مقتدى الصدر هو خارج الصف منهم. تمام. هو خارج الصف منهم، ولكن بس هو مشاركهم بالعملية السياسية. أبو خالد، مقتدى الصدر مشارك في العملية السياسية، وشارك الآن، مشارك سابقا وشارك الآن بانتخابات، تمام، بهذا التحالف الجديد، ويريد أن يدخل إلى العملية السياسية أيضا مع هؤلاء، أيضا مع هؤلاء يعقد تحالف مع هادي العامري. حضرتك تقول بأنه هو تابع لإيران، طبعا لا يحتاج إلى أنه تقول، هو معروف أصلا تابع لإيران، ومع حيدر العبادي ومع عمار الحكيم وغيرهم من الأشخاص الذي تتهمهم أنت بأنهم تبع لإيران. طيب شلون يتحالف السيد مقتدى الصدر مع هؤلاء؟ سيدي وقريبا ستتكشف الأوراق ويندم كل من تكلم عنه. طيب أنا أشكرك أبو خالد، أشكرك أبو خالد. ما افتهمنا من حضرتك إيش دا يفكر مقتدى الصدر، ما افتهمنا لماذا مقتدى الصدر خرج بمظاهرات أو دعا إلى مظاهرات، ثم بعد ذلك عندما تصل إلى ذروتها يقوم بإعادتهم إلى منازلهم، يقوم بإفشال هذه المظاهرات مرة واثنين وثلاثة. لم نفهم لماذا مقتدى الصدر يتأثر بإيران، إن كان عربيا يكره إيران، إن كان كما قلت وطني عراقي عربي يكره إيران. لم نفهم أو لا نستطيع أن نفهم حتى هذه اللحظة لماذا مقتدى الصدر يتحالف مع هؤلاء الذين في السلطة الآن، والذي حضرتك تقول بأنه يراهم أتباع لإيران، يراهم خونة، يراهم عملاء، لماذا يتحالف معهم، لماذا يضع يده بيدهم إن كان هو مثل ما حضرتك تقول. أم عبد الله من بغداد تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لحضرتك في قناتكم الشريفة وإلى العراقيين الشرفاء. شكرا جزيلا. بس أطلب طلب حضرتك أكمل الفكرة وعلق إذا ما يصير زحمة. طيب بس باختصار رجاء. إن شاء الله. أستاذ إحنا هسه يعني المظاهرات إن شاء الله تستمر. وراح يجينا العيد، واعتقد انه هاي الفرصه انه فتره حتصير اكثر من 8 ايام انه العراق في عطله، ويمكن والمتظاهرين المفروض يستمرون بتظاهراتهم ويتقدمون الى المنطقه الخضراء. نعم. وحفاظ المنطقه الخضراء. استاذ عندنا نقطه مهمه، هي نقطه رجال الدين هسه في الوقت الحاضر الموالين الى الحكومه والمستفيدين من عندها، إثارة النعرات الطائفية والفتنة في سبيل تحويل مظاهرات عن قضيتهم، وقاموا طبعا هذول رجال الدين مع احترامي للرجال الطيبين. لا. إنه إذا يتكلم كلمة واحدة كأنه طلقة في قلب العراقيين، فإن إحنا هسه كعراقيين أعتقد إنه صار عندنا وعي ككل إنه الحكومة هي صاحبة الخطأ، وأن الشعب العراقي تدمر، وأنه فرجال الدين يقومون بعملية إثارة الفتن وإرجاع العراق إلى المربع الأول. لا. وهي أنه يقومون بعملية، يقول أنه رجال الدين يقول أنه يعني هل أولى أنه أنت تطلع مظاهرات
المفروض أولى أن تطلع مظاهرات لإرجاع حقوق أهل البيت، ومحو اسم أبو بكر وعمر بن الخطاب من لا تعمق بالشأن الديني. أم عبد الله ليش دا نفتر بالقضية الدينية دائما؟ يعني الموضوع اليوم موضوع وطن، وفي عام 2018 إحنا ودا نتكلم عن عمليات قمع. يعني رجاء هذا الموضوع حساس جدا ولا أرغب بالتطرق إليه نهائيا. تفضلي أستاذ، هذا كله هسه يطلع على الانترنت ورجال الدين هم يقومون بعملية إثارة النعرات الطائفية وتأثر على وحدة العراق. صحيح. فإحنا كعراقيين عرفنا أنه الخطأ هو خطأ الحكومة وخطأ المرجعيات. نعم. مع احترامي للناس الشرفاء. نعم. فإحنا هسه المفروض أنه كل هاي الشغلات أنه ننساها ونرجع حق، إذا رجع حق العراقيين ما أعتقد أنه رجال أهل البيت هم محتاجين إرجاع حقوقهم، لأنه رجال البيت الله يرحمه عايشين في جنة الخلد. فإحنا نريد هسه نريد إن إحنا في وضع خطير جدا، فعلى المثقفين ورجال الدين في الوقت الحاضر يقومون بعملية تنوير الشعب العراقي وعقول الشعب العراقي، وإذاعتكم أو قناتكم الشريفة أنه توجه العراقيين نحو الأفضل، نحو تحقيق أهداف الشعب العراقي. شكرا جزيلا أم عبد الله، وضحت الفكرة. هذا ما بدأنا به منذ تأسيس هذه القناة، قضية حث المجتمع على الطريق الصحيح أو لاتباع الطريق الصحيح، بعيدا عن التخلف والجهل، بعيدا عن أن يكون المجتمع مجتمع مقاد من قبل أشخاص جهلة، طائفيين، مجرمين، مرضى نفسيين. دائما هذا كان الهدف، دائما ما تنوعت البرامج في القناة بين الثقافية والتوعية والبرامج التثقيفية والسياسية والدينية وغيرها، من أجل نشر ما هو صحيح في هذا المجتمع وما تربت عليه أجيال كثيرة جدا في هذا المجتمع من قيم ومبادئ وأخلاق وثقافة وتربية وغيرها. هذا الموضوع انتهينا منه. قضية الدين حتى لا يكون الموضوع أو لا تكون الحلقة عبارة عن هجوم من المتصلين على مراجع دينية. نعم، هناك غضب شعبي كبير وهناك رفض كبير أيضا لهذه المراجع الموجودة الآن في العراق، وحملت السبب بأنها هي المسؤول الأول، هي المسؤول الأول عن ما يجري في العراق، لا سياسي ولا ميليشياوي ولا غيرها. من يضعون عمامة على رؤوسهم هؤلاء هم المسؤولون، هكذا يرى الكثير. لكن لا يمكننا فقط أن نركز على هذه القضية، هناك قمع، هناك قتل لمدنيين، هناك قتل أرواح بريئة تطالب بحقوق مشروعة مثلها مثل أي إنسان موجود في العالم. المشكلة نحن نتحدث عن قمع بدون أي سبب، يعني لا يوجد سبب حقيقي يدفع إلى قمع متظاهرين سلميين لا يحملون السلاح، لم يطالبوا بأكثر من حقوقهم، لا يوجد سبب لقمعهم. وكذلك مشكلة أن لا يوجد مجتمع دولي أو مجتمع أوروبي أو يعني مجلس أمن أو الأمم المتحدة أو أي منظمة قادرة على تدخل وتدخلت، لا توجد، لا دول إقليمية ولا دول عربية ولا دول إسلامية. الجميع ينظر إلى القضية العراقية على أنها قضية ثانوية، تجرت بالقضايا القضايا السورية والقضية اليمنية، هناك متاجرة، ولكن القضية التي سببت أو الدمار الذي جاء للمنطقة بسبب تدمير العراق لم يلتفت له أحد، واعتبر تدمير العراق بأنه قضية ثانوية، وما يحدث للعراقيين الآن قضية فرعية ليست أساسية، وبالتالي لا يسلط عليها الضوء إعلاميا عربيا ودوليا، وكذلك لا يوجد تدخل دولي حقيقي في هذه القضية، في المشكلة العراقية، وبالتالي الحل بيد العراقيين وانتهى الموضوع. لا انتظار مرجعية دينية تصدر فتوى من أجل خلاص العراقيين، ولا انتظار قيادة. مئات المظاهرات حدثت حول العالم وبالتاريخ موجودة، لم تكن لها قيادة، ظهرت بغضب شعبي وأزاحت. أبو علي من صلاح الدين، تفضل. السلام عليكم أخي محمد. وعليكم السلام. رجعنا أخي محمد، خليني أكمل الأخير، خليني أكمل اللي أريد أقصده وأقوله. تفضل. يعني المرجعية طارق مصطفى السنة ما حد عرف المرجعية شنو هذه؟ نريد نعرفها جديد على جديد، نعرف المرجعية معروفة، المرجعية مسيسة معروفة، هذه شغلة منتهين من عندها. أخرى ثانية بالنسبة للعشائر الجنوب اللي جاي تتظاهر وتصفق وتهوت وتتقاطع، ليش عشائر الجنوب ما عندهم سلاح؟ عشائر الجنوب ليش بيناتهم جاي تقاتلون بأسلحة متوسطة؟ حتى أسلحة عند الدولة ما عندهم أسلحة العشائر. نعم. هاي وحدة. رد الكلام على أبو خالد،
اريد ازيد ومتاكد من هذا الكلام ومسؤول عن هذا الكلام مستفتوع علي هذا. ابو خالد من برده يقول سيد مقتدى، سيد مقتدى قدس الله وسر سيد مقتدى عند جندي اسمه سعد شلاب من اهل الشعله قتل 152 عراقي من اهل الطار 100 وجيل. يعني هذا عائله سيد مقتدى. ابن سيد مقتدى هو قيس الخزعلي، هو تخرج من سيد مقتدى قيس الخزعلي. خلي يروح هسه على سيد غريب اللي موجود غريب دجين يشوف سيدنا النساء تابع المقتدى الصغير. خل احد يقدر هسه سني يطب قضاءك ويطلع قضاء من قضاء بلد سالم يطب ناحيه الاتحاق كلها سرايا السلام على المقتدى الصغير. هل احد يقدر يحكي؟ وين نايم هذا ابو خالد؟ نعم. وشكرا. شكرا ابو علي. نقرا رسائل سريعه مشاهدينا الكرام لكي نعطي الجميع الحق بالمشاركه. ابو حسام النعيمي من بغداد يقول تحيه لحضرتك استاذ محمد ولكل كادر قناه الرافدين. بقاء واستمرار الحكومه مرهون ببقاء المرجعيه، واذا لم يتم القضاء على المرجعيه ستبقى هذه الحكومه متسلطه على رقاب الشعب العراقي. القضاء على مرجعيه السيستان الذي باع العراق سيمهد الطريق لازاحه هذه الطغمه العميله الفاسده التي تحتمي بالميليشيات المدعومه من اسيادهم الايرانيين. رسالة أخرى. مرحبا أخي محمد. يعني المتظاهرين بوادي والحكومة بوادي ثاني ملتهين بتشكيلها وتقسيمها بيناتهم ومتجاهلين طلبات المتظاهرين بإسقاط الفاسدين، وهم كلهم الفاسدون رجعوا، شنو هالصلافة؟ رسالة أخرى تقول السلام عليكم أخي الكريم، أشكر كل الكادر الموجود بقناة الرافدين صوت الحق صوت الشعب المظلوم. يا أخي ليش ما تطلع هاي الشيوخ شيوخ العشائر والناس الخيرة؟ ليش نايمين مكيفين على الظلم الجاي يصير بولدهم اللي جاي تنقتل؟ وبعدين هاي الناس خلي يصحون شوية ويقولون وين المرجعية. يا أخي يا مرجعية، خلي العراقيين يسوون انتفاضة. والله ما ملينا ملينا من حكم الأحزاب والميليشيات اللا دين لهم. يا أخي محمد والله العظيم أنا شاب من البصرة، لا ظلت كرامة لا ظلت غيرة. شلون الشعب المظلوم يموت كله حتى الأحزاب ترتاح؟ من عندنا أهل البصرة أول من طلع على داعش، وإن شاء الله نطلع على هاي الأحزاب والحكومة الفاسدة اللا دين لهم. شكرا جزيلا. رسالة سريعة أيضا أبو خالد، واحد يرسل رسالة إلى السيد أبو خالد من بغداد يقول أبو خالد ما تقول لي مقتدى ليش رجع المظاهرات من دخلة والخضراء؟ ليش ربع التيار الصدري ايش قد قتلوا وايش قد سرقوا وعلى راسهم بهاء العرجي؟ ليش هزمه الى لندن؟ لازم انت مستفاد من ابو خالد. يعني لا يمكن القول او الجزم بهذه القضيه، ولكن له رايه. عموما نشكركم شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام للمشاركه ولطيب المتابعه، ونلقاكم ان شاء الله في حلقات قادمه. الى اللقاء.